يا كركم يا كل يا ثوبي كل كل يا أيها الفرو كل. قصة جديدة مضحكة نحكيها بالعربية ثم نقرأها بالتركية ثم نقرأها بالعثمانية لنستفيد ونستمتع ونستثمر لغتنا التركية التي تعلمناها في اللغة العثمانية التي تكتب بأحرف عربية وهي لغة تركية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا بكم مع قصة مضحكة جديدة. القصة تقول: جحا دعي في يوم من الأيام إلى مائدة طعام، فذهب إلى مائدة الطعام إلى دعوة الطعام بلباسه العادي هنا، فما أحد نظر إليه ولا أحد قال له تفضل ولا أحد اهتم به أبدا، فغضب كثيرا ثم ذهب إلى بيته ولبس فروه أو لباسه الأنيق الذي اشتراه للعيد، ثم جاء إلى دعوة الطعام فرحبوا به وأجلسوه في صدر المجلس وهكذا، فغضب كثيرا وقال: أنا لا تحترمونني وتحترمون الثياب، يعني تحترمونني بسبب ثيابي، وجلس بينهم ووضع ثوبه في صحن الشوربة وصار يتكلم بصوت مرتفع جدا: كل يا ثوبي كل، يعني هؤلاء الناس لا يحبونك بل يعني لا يحبونني بل يحبونك يا ثوبي، أنا مالي إيميل أولاك، هكذا يستنكر فعلهم. طبعا نبدأ الآن بقراءة القصة بالتركية ثم نقرأها بالماذا؟ بالعثمانية. إذن لنبدأ. يا كل كركم كرك الفرو، يا كل يا فروي كل، يا كركم يا. طيب نصر الدين هجا، نصر الدين هجا باليما ضيافة دعوت إدلدي. نصر الدين هجا أصلها هكذا دعوت إدلدي، دعية نصر الدين هجا إلى يمك إلى طعام إلى ضيافة، دعي نصر الدين هجا إلى طعام إلى ضيافة، يعني إلى وليمة كما نقول. نصر الدين هجا بديما بضيافة دعوت دلدي وغنلك ألبسلريني جيارك، إذن جيارك مرتديا، غنلك ألبسة الملابس اليومية، غنلك ألبسلريني جيارك جتي، إذن وذهب مرتديا لباسه اليومي. أنا هيتش كيمسا دنب باكمد، أنا إليه هيتش كيمسا باكمد، ما نظر إليه أحد، أنا هيك كيمسا باكمد دنب التفت، إذا ما التفت ونظر إليه أحد أبدا عندما دخل بلباسه اليومي. نأو ترميا ندا يما بيور إدلدي، إذا بيور إدلدي قيل له بيور تفضل، يعني بيور بيور إدلدي فضيلة يعني قدمة. نأو ترميا لا إلى الجلوس ندا ولا إلى الطعام يما، إلى الطعام إلى نأو ترميا ندا يما بيور إدلدي. بكي هجا bundan çok rahatsız oldu. Cuha çok rahatsız oldu. İnzaca kefiran bundan min hada bu hada. Hoca bundan çok rahatsız oldu. Hemen bayramlık kürkünü omzuna attı. İzen hemen. Ana kendi nakıst şey min el kıssa. Hemen evine gitti. Zahaba ila beytihi. Bayramlık kürkünü omzuna attı. Bayramlık kürkü, kürkü yani farvu l'id, libasul l'id. المصنوع من الفرو أمزنا أت أمز كتف أمزنا على كتفه أمزو كتفه آئلة أو على أمزنا أت، إذا وضع فروه الغالي الثمن على كتفه ودعوت جري جالدي وعاد إلى الدعوة مجددا إلى مكان الوليمة إلى الوليمة. أرد أنو كركلا جرنجا، أرد أنو جرنجا أنو جرنجا لما رأوه أنو جرنجا أرد هناك أو كركلا بذلك الفرو، يعني لما رأوه بتلك الملابس الفاخرة بدفع هذه المرة أنا هيرترلو تقدير وسايجيو جوستردلر، إذا سايجيو جوستردلر أظهروا له الاحترام، هيرترلو جميع أنواع التقدير والاحترام، أظهروا له جميع أنواع التقدير والاحترام، إذا بدفع هذه المرة أنا هيرترلو تقدير وسايجيو جوستردلر. أنو أن غوزاليرا أوتورتولر أنو أترتلر أجلسوه، لأن أتر دو جلسة أترت نضيف له حرف التي بصير جلس جعله يجلس، إذن أجلسوه أجلس يعني أجلسوه في أفضل مكان في أجمل مكان. أنو أنجزاليرا أترتلر سنرا بعد هذا أنونا لذت لي بهوشي جكلري سرالدلر سنرا أنونا سرالدلر ثم صفوا أمامه سرالدلر صفوا ماذا صفوا على أمامه أن أمام أننا على أمامه يعني ثم صفوا أمامه لذت لي وهوش يجكلري المأكولات يجكلر لذت لي اللذيذة وهوش والجميلة. هنا جوحا قال أتحترمون ثيابي ولا تحترمونني. هجا بالتو سنو تتب أمسك البالتو يعني العباءة، إذن بالتو سنو تتب أمسك
أبا صنو تطب ممكن نقول أبا أبا كلمة تركية عربية لكن استخدامها قليل جدا. هوجا بالتو صنو تطب يعني تطو و هيركسين دوياجاغ بير سيسلا إذا و هيركسين دوياجاغ الجميع سيسمعه بير سيسلا بصوت سيسمعه الجميع إيفيت ديارك قائلا ماذا قال يا كركم يا يا كل كل يا فروي كل ديارك كركنن أجنون الأج هو الطرف هذا أج هذا أج طرف الشيء إذا كركن أجنو طرف الكرك طرف الفرو شوربة طبانا دالدرد غمسه دالدرمك تغميس جعل الشيء يدخل في مادة سائلة شوربة طبانا دالدرد غمسه في صحن الشوربة قائلا بصوت مرتفع يسمعه الجميع كل يا فروي كل. نقرأ الحكمة الآن باللغة أو القصة باللغة العثمانية يا يا كركم كركم يا إذا نصر الدين هجا بير يما يمك طعام يما إلى طعام ضيافة إلى ضيافة بير يما بير ضيافة دعوت إدلدي دعية إلى طعام و جنلك ألبسلريني جيرك جنلك ألبسلريني جيرك جتي جنلك ألبسلريني جيرك جتي لبس ألبسه ألبسته اليومية وجتي وذهب. Ona hiç kimse dönüp bakmadı. Ona hiç kimse ولا أحد dönüp iltefede bakmadı. İzen lem yeltefet ileyhi ahadun ve yanzur ileyhi. Ne oturma oturma lan nakul oturmaya. Ne oturmaya ne de yemeğe buyur edilmedi mehek. Buyur edildi. Ne kaza ne kaza yapıldı yani la fuile kaza ve la kaza. Huna ne edatil nefi hiye ne. Allati neraha huna. إذا ن لا أترما يا لا على الجلوس ن دا ولا أيضا يما على الأكل يمك أكل أعلى لا على الجلوس ولا على الأكل بيريد الدي لا قدم على الجلوس ولا على الطعام ما أحد قال له تفضل. هجا دا هجا دا أيضا إذا جحا أيضا بندان شكرها تسز أولدو إذا بندان من هذا بو هذا دان من bundan çok rahatsız oldu. Hemen evine gitti. Ev, هذه ev. Hemen evine إلى بيته gitti. Bayramlık kürkü. Bayramlık mecuhize min ecel عيد meşturya min ecel عيد yani gali semen. Bayramlık kürkünü omzuna attı. Vada. المعنى الحرفي رمى على كتفيه فرو العيد والمعنى لبس يعني ارتدى. Bayramlık kürkünü omzuna attı ve davete geri geldi. Geri geldi. Hâzihi geri. Taban kemâ kulnâ el kâfli fevkâ hâkezâ hat tukra ge. Ve davete geri geldi. Ge ev yumuşak ge hasab siyak. Geri geldi. Orada onu o kürkle görünce izen orada onu o kürkle bizalikel ferwi görünce lemme ra'uhu hunaka bizalikel ferwi bu defa hâzihi defa taban defa kelime arabiye bu defa hâzihi merra ona her türlü di huna mektube her türlü cemi'i enva yani kul şekil min eşkal her türlü takdir ve saygıyı takdir kelime arabiye saygıyı ihtiram her türlü takdir ve saygıyı gösterdiler aradu lehu kul enva'i takdir ve ihtiram yani ihtiramuhu cidden ona عفوا أنو أني يعني أنو أنو أن جزال يرى على أجمل مكان أن جزال طبعا هنا نرى أن هي ليست أن وليست أك أن بين النون والكاف أنا أنو أن جزال يرى طبعا جاء بعدها جي أن جزال يرى أترتلر أجلسوه هذه أترتلر ننظر إليها لأن أتردو جلس أترتو أجلس أن جزال يرى أترتلر جلسوه على أجمل مكان طبعا لر هي دائما إشارة الجمع سونرا بعد هذا ما هذه الكلمة لذت لها أننا الآن هذه أن أمام أنن الآن أن أنن أمامه آئلة على أمامه أننا سونرا أننا لذت لي وهوش طبعا خوش إلى الآن تستخدم في العراق بمعنى جميل وخوش حتى هوش geldin وهوش yiyecekler ri sıraladılar sıraladılar safu safu yiyecekler هكذا yiyecek هذه الكلمة هكذا yiyecek مأكولات وهوش yiyecekleri sıraladılar safu المأكولات الجميلة واللذيذة لذتلي طبعا كلمة عربية لذت
هكذا. وليه ذو كما نقول عثمان الله عثمان الله، حتى بالعربي نقول عثمان الله يعني ذو الكذا للانتماء. لذت لي يعني اللذيذ. اذا önüne lezzetli ve hoş yiyecekler sıraladılar. Hoca paltosunu tutup emsakal palto tabau herkesin duyacağı bir sesle, eden bir sesle bir sautun yesmahul cemiye herkesin duyacağı bir sesle ye korkum ye kul kul ye ferwi kul diyerek hakeza kailen kork kürkünün taban huna wow ممكن تقول كورك وممكن تقول كيرك وماذا يمكن أيضا وكورك ممكن أيضا تلفظ، لكن الكلمة نحن الكلمة التي نعرفها هي كلمة الفرو، بما أن المقصود فرو نقرأها كيرك. إذا كيركنن أجنو طرف الكورك طرف الفرو شوربة طبانا على طبق الشوربة دالدرد غوصه. طيب القصة انتهت، ما هو المعنى المستفاد منها؟ المعنى هو استنكار من جحا للناس الذين يحترمون الناس من أجل أشكالهم من أجل ألبستهم من أجل سياراتهم وهكذا. إذا أردتم أن تحترمون الإنسان هكذا يقول لنا، فاحترموه لشخصه ولا تحترموه للبسه. هل سيرد الناس على جحا أم ما زلنا إلى الآن نعامل كل إنسان حسب الثياب التي يلبسها والسيارة التي يركبها والأشياء الأخرى التي يمتلكها؟ أنتظروا جوابكم في تعليق. دامت البسمة متراخصة على شفاهكم والفرحة والسعادة والسرور مليئين لقلوبكم، ودمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.